السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام، أول الفقرات لدينا في هذه الحلقة هي فقرة المقاطع المتداولة بشأن العراق. في الملف الأول لهذه الحلقة مشاهدينا الكرام، لدينا شريحة المحاضرين المجانيين الذين يطالبون بحقوقهم، تظاهروا لكنهم جوبهوا بقمع حكومي لهم بكافة الأساليب، حيث تواصل السلطات الحكومية في العراق إهمال مطالب المتظاهرين وقمع تظاهراتهم دون أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تسهم في دعم شرائح المجتمع وتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل طبعا ارتفاع نسبة الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة جراء سوء التخطيط من قبل الحكومات المتعاقبة، بالإضافة إلى فشلها في إدارة السياسات الاقتصادية للعراق وباقي الملفات بشكل عام. لنتابع. كانت هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تبين بداية الاحتكاك ما بين المتظاهرين وما بين القوات الحكومية، لكن الآن دعونا ننتقل مشاهدينا إلى اللقطات التي تبين اعتداء القوات الحكومية على تظاهرة المحاضرين المجانيين الذين طالبوا بإطلاق الدرجات الوظيفية والمصادقة على عقودهم وسط العاصمة بغداد. تعرضوا من قبل القوات الحكومية إلى الضرب المبرح ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما أوضحت أيضا مصادر مطلعة أن عناصر من قوات مكافحة الشغب اعتدت على عشرات المحاضرين المجانيين المتظاهرين أمام مبنى محافظة بغداد. لنشاهد. جئناكم مشاهدينا الكرام ببعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك، لنعرض بعضا من هذه التعليقات لحضراتكم، أو هي تغريدات عفوا في موقع تويتر. ميلاد تقول: إن التعامل الوحشي الذي تعاملت به قوات الأمن مع المحاضرين المحتجين على تأخر مصادقة المحافظ على عقودهم يؤكد أن الحكومة لا تتعامل بجدية مع مشكلة أو مع المشكلة التي يعيشها العراقيون على أرضهم، وأن الدم العراقي عندها خاضع للمفاضلة، فالذين لا ظهر لهم دماؤهم مستباحة. تغريدة من هيام تقول: دماء محاضري بغداد 2020 التي سالت اليوم وسام شرف لكل تربوي شريف. نستنكر وبشدة الاعتداء الذي حصل اليوم على المحاضرين في بغداد السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المسلوبة، ونرفض استخدام العنف ضدهم من قبل حمايات محافظ بغداد الذين خرجوا يطالبون بأبسط حقوقهم المشروعة. تغريدة لدينا من رغد تقول: احنا حاليا عايشين بغابة لا حكومة ولا شيء، اي احد يطلع يطالب بحقه يقمع. اصحاب الشهادات صار لهم سنين يطلعون وما حد بحالهم، وكذلك المحاضرين ليش وقت يبقون أبناء الشعب مسلوبة حقوقهم؟ ما كافي العالم تريد تعيش يا عالم، ألا من مغيث يغيثنا؟ في تغريدة أخيرة لدينا من دعاء تقول: محاضرو بغداد 2020 تم الاعتداء عليهم من قبل قوات الشغب من أمام مجلس محافظة بغداد، وذلك بسبب المطالبة بحقوقهم للمصادقة على كلفهم المالية.
مشاهدينا الكرام، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم كما قلنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم الآن. ويانا السيد أحمد من ألمانيا، تفضل يا أحمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجنابك وللأخوة المشاهدين الكرام والمستمعين الكرام. حياك الله. أخي الكريم، هذه القضية القديمة المتجددة دائما مع الأسف ليس لها حل ولا يوجد لها حل، لا يوجد أحد لديه المصباح السحري لحلها. حقيقة أنا أستغرب من أمرين: أولا عدم اهتمام الدولة وعدم اهتمام من يسمون بالمسؤولين بحل هذه القضية، وذلك لعدم وجود شواغر ولعدم وجود ميزانية. الأمر الثاني الذي أستغربه هو أنه شخص مخلص ماجستيره ومخلص دكتوراه ومخلص عن بكالوريوس في مجال من مجالات العلم، ممكن أن يقنعه هؤلاء أجلكم الله الحثالة المتحكمة بمبلغ 400,000 دينار لا تسمن ولا تغني من جوع. إخوان، هو ليس الحل أن نفكر في أنا وأنت، الحل في أن نفكر نحن. يعني عندما تتعين أنت وتستلم راتب 400 دينار، لربما يعطوك شهر شهرين ثلاثة، وفي الشهر الرابع يقولوا لا يوجد مصرف لأنه لا يوجد ميزانية. هل تظن أن مسألة العراق حلت بهذه 400,000 التي يعطونها لك؟ أخي إخواني الكرام، المسألة يراد حل جذري، تغيير جذري للواقع المعاش كله من أي توزيع، من الألف إلى الياء. أما أنه يقنعوني ب400,000 و800,000 وماذا بشأن أخي، وماذا بشأن ابن الجيران، وماذا بشأن هذه التي تأكل من الأوساخ والزبالة والنفايات؟ طبعا هناك أسباب كثيرة سيد أحمد قادت إلى هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل. أولا، باعتراف الحكومة، العراق فيه أعلى نسبة موظفين حكوميين على مستوى العالم قياسا إلى عدد السكان. هذا طبعا كان باعتراف حيدر العبادي وبعد ذلك شخصيات أخرى في الحكومات المتعاقبة. نقطة أخرى هي عدد كبير لدينا من الموظفين الوهميين الفضائيين الموجودين في مفاصل الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك كثير من أصحاب الواسطات المحسوبية اللي دفع فلوس حتى يتعين. وهذا طبعا أيضا هناك سبب آخر، هو غياب القطاع الخاص والمشاريع التي هذا ما أريد أن أقوله. طيب، كيف يمكن أن تحل هذه الأزمة بالموجود حاليا، خاصة وأن العراق ما يوجد به قطاع خاص، قطاع الخاص محدود جدا، والاعتماد على الواسطات والمحسوبية هو العامل الأساس في التعيين اليوم. أخي، المشكلة أنه أغلب الذين عينوا حقيقة عينوا على كوتات الأحزاب ووعود سياسية لكسب صوت الناخب العراقي وللدخول إلى قبة البرلمان، وهذا عين 100 والآخر عين 400 وكذا. الآن موجود في العراق ترهل إداري بكل ما تعني الكلمة. بصورة عامة، الموظف في ألمانيا أو في الدنمارك يعمل 4 ساعات يومية بدون كلل أو ملل، هذا على الأقل. أما في العراق فالمعدل هو 19 دقيقة باليوم الواحد، هذا إذا كانوا يعملون. هذا واحد. شيء ثاني أخي، لا تحل المشكلة بفرك المصباح السعري، تحل المشكلة بتفعيل وتشجيع وحماية القطاع الخاص. كيف يمكن أن يتواجد أو يتواجد المستثمر الأجنبي أو تتواجد الشركات الأجنبية أو القطاع، حتى إن كانت شركات عراقية خاصة، إذا كانت هناك ميليشيات وسلاح وقانون غائب لا يحمي المستثمر؟ نعم، أنا أريد أن أتكلم على هذه النقطة. أخي، المشكلة في العراق، هذه المشاكل المتسلسلة، هذه واحدة مربوطة بالأخرى. فعلينا إذا أردنا أن نغير أي شيء آخر سنصطدم بتغيير الشيء الثاني والثاني بالثالث. مشكلة السلاح المنفلت والكلاشنكوف كلتشر، ثقافة الكلاشنكوف التي استحدثت في المجتمع العراقي، وهذا العرف العشائري اللي يقول لك شيله ودقه ونام عليه، مثل ما يقولون أهل الجنوب جماعتنا بالعمارة أهلنا. هذه المشكلة، ثقافة مجتمع تغيرت، فلا يمكن أن تفكر بجلب مستثمر أجنبي، لا يمكن أن يجازف صاحب رأس مال في أن يستثمر عراقي يستثمر في العراق لرأس مال جبان، لا يمكن أن يحاول شخص لديه فكرة أن يطبقها لأن الناس تطلب منه رشاوي. فالحقيقة لا
لا ضوء في نهاية النفق. طيب أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، أكتفي وياك بهذا القدر. سيد أحمد من ألمانيا، ويانا سيد جاسم من بابل، تفضل يا جاسم. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أستاذنا أنا بس أبدأ، أنا بالنسبة من جفة الصخر. نعم. صار لنا 8 سنوات لا يوم جتنا منظمة ولا جتنا حكومة ولا هذا، بس أسأل هاي الجامعة ولا وزارة الحسين أبو عبد الله عرس، بس هاي المبالغ ليش أستاذها؟ يعني شو معناها؟ بس أعرف معناها وإنها 8 سنين ما حد بحان ولا يوم قالوا خلنا نمضي النازي على منطقتك. لا عاد برايك سيد جاسم هاي الفلوس وين تروح؟ اللي تروح للجهات الدينيه. والله استاذ كسرنا القرح، وين تروح هاي الفلوس؟ ليش الله يقبلها؟ نعم ما ادري. ليش برايك هذه الجهات الدينيه اللي تقول المواطن اولا وترفض الظلم الموجود بالعراق، ليش ما تساعد وهي دا يدخل لها ملايين اذا مو مليارات سنويا؟ ليش ما تساعد مثل ما انت تفضلت؟ والله أستاذ هم جاي يزيدون الظلم على العراقيين وبالذات السنة، يعني هاي كلها ضد يعني مهجر بهذا قد السال. والله العظيم أبو البيت يقول لي لك 10 أيام تطلع من البيت، قسم بالله صار أسبوع دورت أستاذ وماكو، والله زين وين أروح؟ يعني ليش إن شاء الله قال احنا عمايل ذولا كل واحد حاطه تاير على راسه اسود، الله يقبلها الله يلعنهم بالدنيا والاخره ان شاء الله، الله ينتقم منهم يا ربي. سيد جاسم من بابل انا اشكر حضرتك، كلام مهم جدا بهذه المناسبه او بهذا الوقت الذي تجري فيه هذه المناسبات الدينيه، يطرح هذا التساؤل نازح عراقي انه ما مصير هذه الاموال التي تدخل الى هذه العتبات الدينيه او الجهات الدينيه، المراجع او المراقد الموجوده في محافظات عراقيه مختلفه، ليش ما يتخصص منها جزء الى النازحين؟ طيب عمليات عسكريه بسبب داعش وبسبب الميليشيات وناس تشردت من بيوتها ودمرت مناطقها، طيب ليش ماكو تكافل اجتماعي؟ ليش ماكو تكافل من قبل هذه الجهات الخاصه الدينيه اللي هي المفروض همها الأول هو المواطن حياته وكف الظلم عن الإنسان العراقي؟ ليش ما يكون أكو دعم ومساعدة لهذه الجهات؟ منذ بدأت العمليات العسكرية ومنذ خرج أول نازح عراقي من بيته نازحا إلى مناطق آمنة أخرى، لم تقم هذه الجهات الدينية الموجودة في وسط وجنوب العراق على مساعدة عائلة عراقية واحدة أو إعادتها إلى بيتها أو ترميم منزلها المدمر. لا يوجد دعم، ومثل ما سمعتوا من جرف الصخر صار له 8 سنوات يعاني بسبب عدم قدرته على العودة إلى منطقته بسبب الميليشيات وضعف الحكومة، ويعاني أيضا من صاحب المنزل اللي هو مستأجرة اللي يريد إيجار بالنهاية أيضا حقه، فدا يطرد هذا الشخص وعائلته لأنه ما عنده يدفع فلوس. السيد أبو أحمد من الرمادي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد أبو أحمد. أبو أحمد من الرمادي موجود؟ فقدنا الاتصال. دعونا نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا كنا قد تحدثنا عنه قبل أيام وهو موضوع لا يزال قائم ولا يزال مستمر، وهي قضية الاتهامات المعلبة أو التهم الجاهزة لكل من يقف ضد أحزاب السلطة وميليشياتها بدعوى كيدية بسبب مشاركته في مظاهرات ثورة تشرين، واستمرارا لمسرحية اعتقال النشطاء وتغيبهم أصدرت أوامر إلقاء قبض بحق الناشط التشريني غيث صلال بتهمة انتمائه لحزب البعث، ضمن طبعا هذه المحاولات لإفشال التظاهرات المزمع انطلاقها في الأول من تشرين المقبل في ذكرى انطلاق ثورة تشرين. لنستمع إلى حديثه. في غير صلال شعلان من الديوانية، أخواني أحبائي أهلي وناسي بالديوانية أقربائي، أخواني اليوم أنا صدر علي إلقاء قبض بسبب أني طلعت أريد وطن من 2019
حالنا حال الشباب، حالنا حال العراقيين. انطلعنا بهذيك الفترة بهذاك الوقت. أنا هسه عفت موكبي وعفت أموري كلها، وموكبي بكربلاء راح أعوفه وراح أطلع من الديوانية، وأهلي تهججوا طلعوا من بيت ونسبوا، وابني صدع عليه القاقبه وعليه القاقبه. أنا كأنما مسوين دعوتي مساند الحزب البعث المنحل. زين أنا أي يعني هسه ما ردي السؤال بهاي السالفة، كل أصدقائنا وإخواننا يعرفون شنو أنا. نعرض لحضراتكم بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا منتظر يقول: ما دام هاي شلة الأحزاب السياسية الفاسدة والتبعية الإيرانية راح يدمرون الشعب العراقي وهم المستفادين مع إيران، هسه راح شكو واحد يطلع ضدهم يقولون عليه بعثي؟ خلي يسمع الشعب العراقي، تلاحقوا لأنفسكم وصيروا إيد وحدة ضدهم حتى نطردهم من البلد. عندنا تعليق من إبراهيم يقول: هو اللي يقتل متظاهر سلمي بدم بارد شنو تتوقع منه؟ هذولا شوية شوية جاي يضغون. صلاح يقول: إن شاء الله ما تدوم لهم، يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. أبو زهراء يقول: هو هذا القضاء تارك السياسيين الفاسدين والقتلة والخونة والحرامية ويركض وراء المتظاهرين السلميين، حكومة صار لها أشهر ماكو، وبرلمان جالس بالبيت ويستلم رواتب وماكو حساب ونزاهة تستدعي. ويانا السيد بدر من السعودية، تفضل يا بدر حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسأل أقول: من يخرج إيران من العراق؟ يخرجها أمريكا. أمريكا منعت رئيس إيران ولا تأشيره لمجلس الأمن. لا تقولوا أمريكا، قولوا بوش بريل وخارجيتهم والذين طبخوها معهم في لندن من شيعة وسنة وكرد. اجعلوا شعاراتكم ضد الرافدين، لا ترددوا شعار أمريكا. أمريكا بوش بير، هذا أمريكا ما لها شعب، ما لها دخل بالأمور هذه. الجيش الأمريكي والبريطاني جاهم أمر. أمريكا كانت بصف ثوار تشرين. شكرا. نعم وصلت الفكرة سيد بدر من السعودية، أشكر حضرتك وأعتذر أيضا هناك مشكلة بالاتصال لكن وصلت الفكرة. ويانا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، أهلا وسهلا أبو علي، تفضل. أستاذ محمد، بالنسبة عن المظاهرات، نعم المظاهرات هاي حق لكفل الدستور. نعم. اي فهاي المفروض على القوات الأمنية المفروض تستجيب، لأن ذولا ما أذوا عالم ولا قطعوا شارع ولا ذبحوا نار، ذولا ناس فقرة يعني. نعم. طيب ليش طيب المفروض على الدولة، لكن ليش الدولة دا تتعامل دائما وأبدا بالذراع الأمني، بالقمع، بالقبضة الحديدية؟ أستاذ محمد، ذاك اليوم كذلك شو هي أهم الشغلة صارت الزواجية هي الشغلة، يعني ليش المرة تتذكر نعم لا مظاهرات مظاهرات التيار تقصد؟ التيار ايه منطقة. نعم. وين الميليشيات تسر بالشوارع والدبابات؟ اقول بالدبابات ما جابوا. هو هذا البلد اللي الواحد يتامل به. طبعا يعني كلامك صحيح سيد ابو علي، وهذا السؤال مهم جدا، انه بالمقابل لما نشوف احنا لما شفنا مظاهرات التيار الصدري وحتى جماعة الإطار التنسيقي اللي طلعوا اللي فتحت لهم القوات الأمنية الباب وسهلت دخولهم إلى الخضراء وتظاهراتهم دون اعتداء، في المقابل كل مواطن عراقي يطلع يتظاهر ضد حق مشروع مثل التعيينات، مثل الخدمات، مثل إسقاط النظام الفاسد، لا يعتدون عليه ويقمعوه. ليش هالازدواجية؟
استاذ العزيز استاذ حمد مثل جماعه مختلى عم الناس اللي الناس اللي طار قاعدين ساكتين بس دول قفوا يضربون القوات الامنيه اعتدوا على رئيس الدوله على مجلس النواب. طيب ماشي اوكي جماعه الاطار ما طلعوا ليش هاي الازدواجيه؟ خلينا بالتيار، هم رغم انه طلعوا بس خلينا بالتيار، ليش هاي الازدواجيه؟ حكومة الكرامة متواطئة وياهم والأجهزة الأمنية متواطئة وياهم. طيب القمع اللي صار بعام 2011 بفترة المالكي شنو تفسيره؟ وين يعني؟ اللي صار في ساحة التحرير ثورة 25 شباط اللي الناس طلعوا هم يطالبون بحقوق مشروعة بشكل سلمي انقمعوا، طير عليهم طيارات، اللي بال 2013 اللي بال 2013 بزمن المالكي وراها العبادي ايضا مظاهرات سلميه. هي ما قصدك مال تشرين، هم تشرين بعدين تشرين بال 2019 احنا بدنا نتكلم ونقول انه حكومات الاحتلال سيد ابو علي نور المالكي حيدر العبادي عادل عبد المهدي وحتى مصطفى الكاظمي كلهم في زمنهم طلعت مظاهرات سلميه لمواطنين عراقيين، ليش اللي المظاهرات الاحزاب لم تقمع ومظاهرات الناس البسيطه تقمع؟ استاذ الحديد انا اريد افهمك استاذ محمد، انت الرجال مو تقول انا من الاعظميه مو تمام؟ لا ما قلت بس تفضل كمل. مو يا الهجره مو جيت المهدي اخذوا بيتك لو لا؟ اخذوا بيتي بس ما قلت من الاعظميه، المهم تفضل. مو تمام لحد ليش واحد شنو الازدواجيه لحد بدي اطلع يحكم بي انا ودهم انا من زمان انا لانه ما دام قتلوا الشرطه والاجهزه الامنيه والناس الفقراء واذوا الناس انا المفروض نعرفهم من زمان وانا سمعتها بس. سيد ابو علي نعم انا هسه انا وياك باللي تفضلت به انه انت ضايج من جيش المهدي ومن مقتدى الصدر وسياره كلام ماشي، لكن انا لكن نعم والعالم ضحيتهم، لكن انا سؤالي انه ليش الحكومات المتعاقبه اللي حكمت العراق عندها ايد قمعيه ضد المواطنين العراقيين اللي يتظاهرون بحق مشروع للمطالبه بحق مشروع بشكل سلمي ويتهاونون ويسهلون تظاهرات الأحزاب؟ فقدنا الاتصال ويانا السيدة ريا من أمريكا تفضلي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الجواب على سؤالك استهداف المواطنين هو بسبب طلباتهم طلب العلم والمستقبل للأجيال، هم ما يردون علم يعني هاي المؤسسة الدينية اللي دا تحكمنا مع الأسف معتاشة على جهل المواطنين، فهذول المحاضرين من دين يشرون العلم ودير هذول أعدائهم يعتبرون. لأن هدف من الأساس أول ما جتي 2003 وحاولوا يجذرون هاي المعتقدات الدينية اللي مع الأسف هي بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي، فالجهل يخدم مصالحهم، كل من يوفر العلم للشعب العراقي وما يطلع منها الأجيال نماذج كفوءة وتفتهم هذا يخدم مصالحهم. فهم ما يبقون إلا الأشياء اللي يفيدهم. طيب يعني هسه خلينا بموضوع اليوم عندنا تظاهرات للمحاضرين المجانيين يريدون تثبيت، يريدون وظائف، يريدون تعيينات ورواتب حق مشروع، لكن واقع الحال يقول بأن البلد وضعه بالنسبة للوظائف لا يسمح. هذا مو بس كلام الحكومات الموجودة، هذا كلام عالمي أنه العراق فيه تخمة من الموظفين الحكوميين. ليش ماكو بدائل توفرها الحكومات للخريجين للعاطلين عن العمل، تشغيلهم في السوق الخاص، في المشاريع في الاستثمارات الأجنبية أو العراقية الخاصة؟ ليش ماكو منافذ أخرى أوزع بها هذا الفائض عندي من الخريجين؟ يعني يؤسفني أقول هاي العبارة لكنها حقيقية. العراق أصبح سلة مهملات للأسف، يعني أنا هذا الشيء يؤسفني، لكن الموارد ما تطلع خارج البلد وتكون للإيران وهالجماعة وخيرات البلد من تفعيم من عندها وأهل البلد صايرين مجرد ناس مستهلكين يعتاشون على حتى الملح هم يعني ما يطلعوه ويكتسبوه لأنه كلها مستوردة. فإحنا صرنا بس مجرد سوق الترويج وبائع حتى مخدرات حتى، فمجرد إحنا مجرد سوق استهلاكية وبمعاونة هالأحزاب العراق مليارات عنده طبعا حتى على هاي التجارة الدينية والحضرات الدينية حتى فلوسها مو للشعب. يعني هذا سؤال سأله سيد جاسم من باب المهجر، صار له 8 سنين من جرف الصخر اللي القنوات الحكومية وعلى في مقدمتها قناة العراقية اللي هي
ينصرف عليها من المال العام، طلعت انشوده عن جرف الصخر وتحرير جرف الصخر. اهالي جرف الصخر صار لهم 8 سنوات ما يقدرون يرجعون الى منطقتهم بسبب الميليشيات. فيسال هذا المواطن اللي هو مهجر وما عنده يدفع ايجار، يقول هاي الفلوس اللي تدخل الى الجهات الدينيه، المراقد، الفلوس اللي تجي من المراقد واللي تروح للعتبات، ليش ما يتخصص منها جزء لنا؟ احنا مو فقراء ومحتاجين؟ احنا مو مظلومين في هذا البلد؟ والله لو بيدهم كل العراق، حتى الهواء يمنعوا عن العراقيين. رادوا الطارمية نفس الشيء يسوون بها مثل ما سووا بجرف الصخر. والحبل على الجره. احنا مع الاسف يعني احنا دا نظل نطحن بالطحين، والبلد يعني يرادنا معجزه الهيه. معجزه، احنا بعد ماكو شيء من اللي الشعب العراقي ابدا ما قصر بالمظاهرات والاحتجاجات. اليوم المظاهرات مع المحاضرين، مع الاسف يعني احنا وين نروح ما اعرف. سيده ريان، اشكر حضرتك للمشاركه. ويانا السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل سيد ابو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. الاموال مال العتبات المقدسه، احنا ليش نباوع الاموال مال العتبات المقدسه؟ ليش ما نباوع هاي فلوس النفط وين حتروح؟ هذا النفط صار البرميل فوق ال 100 دولار. وين حتروح هذن الفلوس المليارات؟ هاي الموانئ، هاي الحدود، هاي يعني الخيرات مال العراق كلها. ويجي يقول لك من ناشط يدور حق ويدور وطن، يقولوا له انت بعثي. زين، هسه صار البعثي مو زين؟ لا، وبعدين احنا هاي موضوع، احنا ليش قلنا انه هاي تهم معلبه؟ قانون اجتثاث البعث اللي صدر في 2005 واللي على اثره لم يبقى شيء يسمى بعثي او حزب بعث في العراق. وان اكو واحد بقى اسمه بعثي فهو يداري على نفسه خوفا من بطش الميليشيات. فمنه بقى اكو اسمه بعثي وحزب وخلايا نائمه؟ استاذ محمد. نعم. هسه بعد كم يوم يطلعوا لك شمر عضو فرع وحرمله عضو الشعبه، هم يقولون هذول كانوا بعد. يعني منو يصدق اليوم؟ منو يصدق اليوم هاي التهم يا سيد ابو عبد الله؟ خاصه وان الاحزاب اطلقت هذه التهمه على شباب عمرهم، بس اسمح لي، عمرهم 17 سنه و 18 سنه بثوره تشرين، انولدوا ورا الاحتلال. يعني حتى ما يعرفون شيء عن البعث ولا شنو هذا الحزب. اطلقوا هذه التهم على شباب عراقي عمره 17 سنه، فمنو بعد يصدق هذه الاتهامات؟ تبي ليش يصدق استاذ؟ استاذ هذول يصدقون. انا شفت جهال عمره 10 سنين. نعم. يقول لك والله صدام وصدام وصدام، يعني يمجد بصدام، هو ما شايف صدام وعمره 10 سنين. زين، غير يسمع من الكبار على وقت صدام شلون كان، يعني شنو هذا القتل؟ القتل بالملايين، تشرد، ناس ترمضت، جهال تيتمت، شنو ذنبها؟ من وراء ميليشيات قذره والقدوها اقذر؟ يعني هذا البرلمان نلح البوسي وحط ايدك، اقذر ناس. احنا مع احتراماتي لان بالجنوب يقول لك الشيعه اكو ناس شيعه طيبين، ناس صلاح، ناس اشراف، وعندنا هنا بس انهم ناس اشراف، بس عندنا ناس انقس من الحلبوشي وامثاله. يعني كل من كان مستد دواء تسعى لابسط مدير دائره ملتزمه الحلبوشي. طيب سيد ابو عبد الله من صلاح الدين، انا اشكر حضرتك للمشاركه. عندنا رساله مشاهدينا الكرام جاءت على الواتساب من أحد المشاركين، طبعا هي حقيقة رسالة طويلة جدا، لكن نحاول سيد أبو عبد الله نحاول أن نقرأها باختصار. يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لك ولكل العاملين في القناة المباركة. يقول أخوي: ما دام العراق تحكمه الميليشيات والمدعومة من إيران، هي مدعومة فكرا وليس أموالا، إنما الأموال تسرق وتنهب وتذهب لجيوب الفاسدين الخونة الذيول الذين أتوا على ظهور الدبابات. يقول أخوي العزيز: نرجو منكم ألا تفرقوا بين الميليشيات، كلهم حرامية، لا تيار صدري ولا إطار ولا غيره. اللي حكموا العراق من 2003 إلى يومنا هذا هم كلهم عبارة عن عصابات مافيات تربعت على عرش العراق وجثمت على صدور أبنائه، قتلوا أبناء البلد وهجروهم. أشكر حضرتك شكرا جزيلا سيد أبو عبد الله. وكما قلنا مشاهدينا، بإمكانكم لمن لا يستطيع الاتصال أن يشترك معنا عن طريق خدمة الواتساب، الرقم موجود، وارسلوا، اكتبوا الرسالة اللي تعجبكم وإحنا إن شاء الله نقرأها في هذه الحلقة. السيد أبو عبد الله، لو أبو علي، أبو علي من البصرة، تفضل.
السيد أبو علي من البصرة. أبو علي السلام من البصرة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم سيد أبو علي أسمعك، حياك الله، تفضل. شنو موضوع الحلقة أبو علي؟ عندنا اليوم تظاهرات للمحاضرين المجانيين في العاصمة بغداد، قمعتهم القوات الحكومية. ليش؟ لأنهم يطالبون بحقهم. وعندنا موضوع ثاني وهو اللي دارج اليوم أو هذه الأيام حقيقة بشكل كبير، الاتهامات الجاهزة من الأحزاب لثوار تشرين والمعارضين أنه أنتم بعثيين. اليوم كل من يتظاهر ضد العملية السياسية، ضد هذه الحكومات، صار بعثي، حتى اللي انولد وراء الاحتلال. أستاذ محمد. نعم. حزب البعث باقي لحد هذه الساعة. يعني هذا بعدي وموجود البعثية. شلون موجودة؟ تشرينين، التشرينين قسم من عندهم أولاد البعثية. قسم من عندهم. تمام. أولاد البعثية. تمام. بس أنا أقول لك أستاذ محمد، المشكلة اللي عندنا اليوم. شوف أستاذ محمد، يعني القيادات الموجودة، القيادات الموجودة في الأحزاب مو بعثيين. حاكم الزاملي ما كان بعثي، علي نصيف ما كانت بعثية، ذولا مو بعثيين كانوا في زمن صدام حسين. يعني البعثيين أنتوا يعني دا تقتلون الشباب بجريرة آبائهم، أنه أبوه مثلا كان بعثي فهو لازم ابنه ينقتل. تفضل. شوف أنا قلت لك أكو بعثية موجودين وأكو أولاد بعثية. احنا بالعراق كل مظاهرات ما تنجح اذا مو مسلحه. شفت المظاهرات ذاك اليوم لما دخلوا بالخضراء؟ دخلوا مسلحين. اليوم طيب. الحكومه العراقيه ما تحد اذا مسلح، بس اذا مظاهرات ما هي مسلحه لا، تحتج عليه وتضربه وتقتله وياك. انا هي هاي حكومتنا، هي هاي حكومه الكاظمي. يعني شو تريد حكومه الكاظمي؟ حكومه جبانه كل شيء. ما ارجع شويه على جزئيه انه المتظاهرين في تشرين ابناء بعثيين. اولا هذا الحديث، بس اسمعني اسمعني، ماشي. انا ما قلت لك الكل. طيب ماشي، انا ما قلت لك ماشي الكل. ماشي جزء منهم، بس خل اكمل سؤالي. انت منين حضرتك جبت هذه المعلومه؟ اولا ظهرت وياهم اللي قلت لك ياتي. ظهرت ويا كم واحد؟ قدرت تميز في هذه المظاهرات قدرت تميز انه هذا اللي دا يتظاهر واللي انقتل او تصوب مين؟ من يا محافظه؟ سني لو شيعي؟ عربي لو كردي؟ مسيحي لو تركماني؟ قدرت تميز؟ الظاهره خلي اقول لك وين انا ظهرت في البصره وعرفت كثير من عندهم اولاد بعديه موجودين. كثير من عندهم، كثير يعني انت دا تقول كلهم؟ لا، بس كثير اولاد بعديه. طيب وش سووا؟ طلعوا بسلاح الأول مرة ما تشرين؟ لا ما طلعوا بالسلاح. تمام، ليش انقمعوا؟ ليش انقمعوا؟ أي أنا أقول لك ليش. شوف ليش انقمعوا، ومن اللي قتلهم؟ القتلهم معروف هو الطرف الثالث. من هو الطرف الثالث؟ من هو الطرف الثالث؟ تنطيني مجال حتى تعرف توصل لك تفضل تفضل. أنا ظاهرت وياهم بالبصرة وفي بغداد. اسمعني. طيب الشباب الأغلبية قاموا يسبون بالأحزاب. توصلوا إلى شخص واحد، وصلوا إلى شخص واحد. من هو؟ شغلة البصرة. العاقل يتهم أستاذ محمد. من هو؟ من هو اللي الشخص اللي ما سبوه يعني؟ أنا بعد ما أقدر. طيب سؤالي شغلة البصرة كنت سؤالي 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 سؤالي، أنت ليش تظاهرت وياهم؟ أنا ظاهرت وياهم، خليني أقول لك ليش، ظاهرت وياهم. أي. أنا ظاهرت لأجل مطالب. شنية؟ ظاهرت لأجل مطالب، أنا أريد الحقوق، بس أنا لما شفتهم. شنية؟ بس لحظة. أنا ظاهرت وياهم كبداية الأمر. أي. مظاهرات كانت سلمية، بس النوبة لما قام يحرقون تايرات، شوف أنا قدامي ترى دافنهم مرق. يعني قام يجيك واحد لابس ثقاب ما تعرف منين، قام يوزع اوراق. هذا اللي حط اوراق. سؤالي لك بعدين حجي لك على قضيه التايرات. انت شنو المطالب اللي طلعت تظاهر على مودها؟ المطالب الاساسيه
شنو انا ردت حق العراقيين في تصدير النفط، تمطين حظا من النفط، انا هاي اللي طارت عليها. بس انا اريدك تعطيني حق حكومه عراقيه بس هاي الدرجه الاولى. لا لا، قضيه المياه، ثلاثه قضيه الكهرباء، اربعه قضيه مدارس. شنو اللي تحقق؟ ثواني، شنو اللي تحقق من هذه الشروط او هذه المطالب اللي حضرتك طلعت تظاهر على مودها؟ استاذ محمد، هاي الشروط كلها ما تحققت ولا تتحقق ولا يتحقق كل شيء بالعراق. والحل تدري ليش؟ الحل شنو؟ انا اقول لك شلون استاذ محمد. اي ظاهرنا من ظاهرنا المشكله هي شوف، نعم قلنا ومطالبنا كانت حلوه. الحل شنو ابو علي؟ ابو علي ابو علي ما عندي وقت هوايه. الحل شنو؟ الحل شوف، الحل يراد لنا مظاهرات عراقيه من البصر ضد منو؟ مظاهرات حقيقيه ضد منو؟ ضد نريد اي حكومه راح تجي نظاهر قدامنا، نريد حقوقنا الاساسيه. ضد منو؟ ضد منو؟ من النفط نريده. اقول لك استاذ محمد، مظاهرات ابو علي بس اخذني بحلمك، ضد منو؟ تفضل. المظاهرات ضد منو تطلع؟ ما ماكو ضد شخص واحد اليوم، ماكو ضد شخص واحد. انا لما الظاهر على من؟ على سياسيين الكرد، على سياسيين الشيعه، على السنه، على التيارات، على الاحزاب. لا انا الظاهر كمقابل حكومه عراقيه واطلب المطالب اللي اريدها، المفروض تتنفذ. واذا ما تنفذت؟ أنا مو مظاهرات. طيب. شكراً. نعم شكراً أبو علي من البصرة، أنا أشكر حضرتك. أولاً لم يأتي دليل واحد من جميع الجهات المراقبة لثورة تشرين داخلية وخارجية أنها حملت سلاح أو أحرقت مقراً حكومياً أو جهة حكومية. لم يأتي دليل على هذا. حرق الطائرات أو حرق الإطارات، القانون الدولي لحقوق الإنسان يقر لكل مواطن الحق بالتعبير عن رأيه، واعتبار أن حرق الإطارات وقطع الطرق عن طريق حرق الإطارات فقط، لا باستخدام سلاح، لا باستخدام عصي، لا غيرها، حرق الإطارات المشتعلة تعتبر طريقة من طرق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. اللي ما يعرف يروح يقرأ. إذن حرق الإطارات هي ليست جريمة وليست انتهاك أو اعتداء على الأملاك العامة، هي حق سلمي شرعي مكفول دولياً للتظاهر السلمي لكل من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية، يستطيع أن يقوم بحرق الإطارات المشتعلة أو حرق الإطارات بالنار وتكون إطارات مشتعلة لقطع الطرق أو لإيصال رسالة. هذا بالمختصر. ولكن القمع اللي صار حضراتكم تعرفوا، موضوع أغلب اللي ظاهرتوا ياهم بعثية ومن هالكلام، هذا كلام ليس فيه أي دليل. وحضرتك ده تقول لي أنه أنا شفت وتظاهرت، أنت أصلا ليش نزلت؟ وموضوع البعثية لم يأتي دليل واحد على هذا الكلام من أي مصدر من المصادر التي راقبت ثورة تشرين بتظاهراتها، لا مصادر داخلية ولا خارجية، وكلها اتهامات حقيقة باطلة ضد ثورة تشرين تحاول تشويهها. ويانا منو؟ السيد أبو محمد من الموصل، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بين الاخوان، حياك الله. حياك الله ابو محمد. بعثيه اماراتيه تركيه ليش ما يقولون الاحزاب الثانيه؟ الاحزاب قمعت المظاهرين وقمعت اي نعم بالقتل والاعدامات مالهم، شو ما حد قال. بس اي شغله قال البعثيه، قال السعودية، الإمارات، قال تركيا، ليش ما يقولون إيران؟ ليش ما يقولون الأحزاب؟ نعم. هو الحزب هو كل كونهم على مدى إيران. هو يقول المظاهرات. إلى متى تبقى هذه الأحزاب تستخدم هذه التهم الجاهزة؟ يعني أربع إرهاب ضد السنة بالتحديد وضد كل من يعارض هذه العملية السياسية. البعث صارت تهمة جاهزة جديدة لكل من يعارض العملية السياسية، حتى وإن كان أبوه انكتل على يد البعثيين، يصير بعثي طالما هو يخرج ضد العملية السياسية وضد هذه الأحزاب. اتهموا الشباب أعمارهم 17 سنة و16 سنة طلعوا بتظاهرات ثورة تشرين بأنهم بعثيين.
إلى متى تبقى هذه الاتهامات الجاهزة، رغم أن كثير من هذه الأحزاب فيها أفراد كانوا موجودين بزمن النظام السابق وكانوا أعضاء في حزب البعث، ليش ما يطبقون القانون على نفسهم أولا ويجتثون نفسهم قبل لا يطبقون هذا القانون اللي هو من 2005 شغالين به على شباب وعى على الدنيا وما يعرف شنو يعني حزب البعث؟ ليش ما بحجارهم ما يقولون عندك حنان الفتلاوي هي وكوته ما كانوا بحزب البعث؟ غيرهم السياسي ما كانوا بحزب البعث، هم اللي تعلقون حزب البعث، حكي حزب البعث. ليش هذول ما يحكون عليهم حزب البعث؟ نعم. فكامل لهم. نعم. نعم. محضرين اللغة. بس ماكو من يطالب، من يطالب يعني انت بس قاعد تقول طالب هذا الشعب، منهم ما حد طالب. نعم. سيد محمد من الموصل، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأعتذر منك بسبب ضيق الوقت. لم يبقى شيء في العراق يسمى حزب البعث بسبب قانون الاجتثاث الذي لم يبقي أثر لهذا الحزب في العراق. أن بقي أفراد كانوا منتمين إلى هذا الحزب في يوم ما فهم لا يؤثرون بأي شكل من الأشكال، وإلا لحدثت أحداث تؤكد وجود هذا الحزب على مر السنين. لكن كما قلنا من عام 2005 بإقرار هذا القانون تم القضاء على ما يسمى بحزب البعث من العراق تماما، لا يوجد له أثر، لا يوجد له تأثير على أي مفصل من مفاصل الدولة. وكما قال بول بريمر مشاهدينا الكرام الحاكم المدني للعراق بأنه ارتكب خطأ عندما وافق أن يكون قانون اجتثاث البعث بيد أحزاب السلطة وليس بيد القضاء، لأنه قال بأن هذا قادة إلى تسييس هذا القانون وبالتالي اتخاذه وسيلة لضرب الخصوم سياسيا. دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من فقرات سريعا في هذه الحلقة. وثق عدد من الناشطين عملية سرقة جديدة لميليشيا الحشد، حيث أظهرت صور عدة قيام تلك الميليشيات بسرقة قوارب تابعة للشرطة النهرية من بغداد وتم نقلها من منطقة الجدرية بواسطة شاحنات، كما تبين هذه الصور مشاهدينا الكرام أمام حضراتكم. هذه اللقطات صور شاحنات تنقل السفن التابعة أو المراكب التابعة للشرطة النهرية في بغداد. من الذي قام بنقلها وسرقتها؟ كما تؤكد المصادر هي ميليشيا الحشد، الحشد الشعبي، هذا هو الشعار الذي التقطته كاميرات المراقبة للسيارات التي قامت بسرقة هذه المراكب التابعة للشرطة النهرية بحجة أنها خارج الخدمة، ولكن تؤكد المصادر أنها مراكب جديدة لا مشكلة فيها، سليمة تعمل، ويكلف المركب الواحد 30,000 دولار تقريبا. دعونا نتابع سريعا التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. صلاح يقول: ترقب المزيد في ظل دولة منفلتة لمن هب ودب. عبودي يقول: ترى زورق زورقين ما يأثرن على هيبة الدولة. صدام يقول: حتى يهربون بيهن مخدرات من الأرجنتين. وعندنا تعليق من أبو مهاجر يقول: هسه يصبغوهن ويبيعوهن للدولة بعقد قيمته ملايين الدولارات. مشاهدينا الكرام لننتقل إلى فقرة الهاشتاج لدينا في هذه الحلقة. طبعا تفاعل ناشطون ومغردون عراقيون مع وسم تشرين ضد الإطار والتيار بالتزامن مع اقتراب ذكرى انطلاق ثورة تشرين والاستعداد لتظاهرات جديدة في بغداد ومدن أخرى مطلع شهر تشرين الأول. لنتابع بعض التغريدات التي وردت بشأن هذا الوسم. لونا تقول: ما نقدر ننسى الشهداء ولا ممكن ننسى دماءهم، وأن من تسبب بمقتلهم هم الأحزاب سواء كانوا عملاء إيران أو كان مقتدى، ومستحيل يجي يوم ونخلي إيدنا بإيد قتلة شباب تشرين. حسين يقول: الإطار والتيار من يفشلون ويظهر إرهابهم وفسادهم يرجعون يهاجمون ما تبقى من التشرينيين، لذلك تشرين ليست تظاهرات صدرية ولا سيستانية بل عراقية. هؤلاء قاموا بحياكة المؤامرات ضد تشرين لأنها تهدد حكمهم عروشهم واستثماراتهم،
تشرين ضد الإطار والتيار. أحمد يقول: للقضاء على الفساد وردع قوى الميليشيات كالتيار والإطار نحتاج إلى ثورة كبرى أكبر من ثورة تشرين، ولإنهاء طغمة الفساد وتمدد إيران داخل العراق، وللثأر لدماء شهداء تشرين. إبراهيم يقول: تشرين ضد النظام السياسي بأكمله وليست ضد حزب دون آخر، كل مدون أو إعلامي يدعي تمثيل تشرين ولديه تقارب مع التيار أو الإطار أو حزب مشارك في العملية السياسية فهو خارج تشرين ولا يمثل إلا نفسه. تشرين لا ترحب بالمستلقين ومتعددي الأوجه. ننتقل سريعا مشاهدينا الكرام إلى فقرة أنت ترى لدينا في هذه الحلقة، وردنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لحضراتكم مقطعا مصورا من محافظة بابل، جاء فيه: نحن أهالي محافظة بابل استبشرنا خيرا بتوزيع الوجبة الغذائية، وبعد استلامنا للوجبة كاملة تفاجأنا أن مادة الطحين غير صالحة للاستعمال البشري وتعتبر من أسوأ المواد، ونحن من ذوي الدخل المحدود ولا نملك المال لشراء المواد، لذا نرجو منكم إيصال صوتنا. دعونا نستمع. بابل زفت، أدنى درجة هو الطحين، وهاي مو بس هذا الشهر، حتى القبلة والقبلة والقبلة طحين كلش مو زين، ما يفيد، نبيع رأسنا ويشتروه علف الحيوانات. ليش هذا السبب ما أعرف، عن باقي المحافظات كربلاء بغداد نجف طحين بخوش طحين يجيبون يشتري منها كلش خوش طحين. ليش بابل وحدها طحينها مو زين وكلش مو زين، ليش ما أعرف سبب شنو، المسؤول ما أعرف، المطحنة هم نفتهم شنو السبب ما حد يعطينا توضيح، وليش كل شهر بشاهي شيء ما أعرف، والطحين غالي وإحنا هسه زيارة شوف تعرف أنت. والله الطحين زبالة وأنقص طحين هذا، ولا تخلونا نحكي بعد أكثر وعيب ومخازي، شنو هاي الطحينة للعلف ما يصير، سيارة تجي بوجهها ما حد يقدر يخبسها، قمنا نشتري القونية بخمسين فوق الخمسين، وخلف الله عليكم يا طحين مو زين مو زين، ليش خلونا تكبدونا، ليش تكبدونا نروح نشتري من السوق 53 23 نص قونية بال 23، الفقير منين يجيب فهمونا. هذا الطحين هينو بسيال زين، ليش يعني علموا ديش سيال هاي، يعني عود طالنا يوم شهر من الأشهر مطحون أحسن طحن، تقول ما تركي هسه قاموا يذبون علينا نفس هذا، حتى في سبيل نشيله ونذبه، زين أنا عندي 5 عوايل وأنا أوديه، يعني إذا هذا الطحين مو زين يعني شلون، هو مال الدولة، إذا الدولة باقتنا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.